في شو؟ خايفه ما يمشي حالنا وتشبت فينا الخانه. شوفت عينك ما قدرنا ناخذ ولا زبون. طيب شو بتحبي نعمل؟ عم بيقول لي عقلي يعني نشوف اذا عندها شغل عن جد ونساومها. ليك هي ما بتتساوم، ما في غير نقول لك كنا عم نمزح بالمكتب اللي عملناه. طيب يعني نحن حسب الحديث بنحكي. يلا امشي. بتجيبي هالابراج بتقري وبتبصري بالقهوه وبتشغلوا لي الكافتيريا هونيك انت وايمان. والاجره والماني والاجره والماني. بعمري بحياتي قطعت عليكم اجره شي شغله اشتغلتوها معي. لا بس لازم نتفق مشان ما نختلف. اقوموا اشتغلوا لكن انت وياها واتركوا لي هالقصه لالي قدرها حسب نشاطكم مع الزباين. حيجي عطالين بالطالين وبلشوا من هلق. قوموا اثنيناتكم اعملوا لي فنجان قهوه واتعي بصري لي. انا وافقت عليك لانك مطابق للمواصفات. بتيجي هلا بتعمل مشاكل وبتخربط كل شيء. حبيبتي شوطك كانت واضحه. 100,000 مقدم وقدهن على مرتين مأخر وكلهم غير مقبوض. وهي استمارتك جوا، فمن وين اهلك جابوا لي قصه البيت والعفش وتياب وغرفه نوم وما بعرف شو؟ لك في حدا بيتجوز بغرفه نوم؟ لا بغرفه نوم بس ما بسجلها باسمك. معروف عن كل الناس غرفه النوم. سميرة. نعم. إيزو وسط. حاضر. هيك الناس بسرعة. هيك الناس بتحل مشاكلها. شو عرفك إنه في مشكلة؟ واضحة. هذا سر الإيزو تبع مكتبنا. الزواج ملابة. هلا تتركك 99 واحد بتمنوها. سامع؟ أصلاً أنت قصد تفركش الموضوع لحتى تضرب سمعة المكتب. أنا؟ ولك كيف بدي اضرب سمعة المكتب وانا الي استمارة؟ شو درانا بنواياك؟ هذا الحكي ما بصير هيك يا انسة فاتن ابدا. كمان هلا هو يتركك 99 وحدة بتمنوه. هلا هو احسن مني؟ لا هو احسن منك ولا انت احسن منه. بس انا حرام انتو كلكن اولادي، قصدي يعني اولاد المكتب. حلوا مشاكلكن على الهدى. انا وافقت على شروطكن الموجودة بالاستمارة ولا لا؟ أصلاً السيد شفيق بيعرف هالحكي. أنا وافقت على مواصفات الإيزو 9003 وما بقبل المواصفات تنقص هالقد. يعني إيزواية واحدة عن 9003 ما بقبل. يعني أنا مو مطابقة للمواصفات؟ سيد شفيق شروط أهلها مو محطوطين بالمواصفات وأنا بطلب منك اتأمن لي شرفيتي وفوقها عطلوا ضرر لأنهم غشونا. ألو السيد عادل، السيد عادل مطلوب إلى غرفة الإدارة فورا مع الآنسة فاتن. تفضلوا. مالك علي يمين أقرب من رموش عيونك عليكي. ليكي انتي بس همسي وهو رح يسمعي. شوفي في شغلة هون ملفوفة ما بعرف شو هي، اسم الله يمكن هديها وفي نصيب رح يوصلك قريب. يمكن تكون هي طرحة العرس. دخيل اسمه انا، لك دخيل اسمه. طيب شو بكي؟ بيضي الفال مشان كمل لك يعني. يا ستي ما انتي وما الا انتي، اذا بدك خلي عنوانك عندي وببقى انا بعدين بحكي لك منه. عنوانها عندنا ست سميره وحط المبلغ بالصندوق. حركي تشوف شو في شغلي. خلص يا مدام مثل ما بدك. ايه ها هيك بدي اياكم مع بعض بتطيروا العقل، سمنه وعسل. و
بصالحكم مع اهاليكم، ابقى بدي اياكم تفكروا بهالموضوع طول ما انا عايشه. فيكم تتبرعوا للصندوق مشان تكفروا عن ذنوبكم مع بعض. دايما بدي روح، بس برجع بقول لك انت السبب، كان ضروري تقولي لها لا الي عروس لسميح. لك يا ريت تتوفق بهالجوازه. اي لك في حدا غير المجانين بيوافق على هيك زواجي مو معروف راسها من اساسها؟ إيزا 9002 وفجاه بصير إيزا 9003، شو يعني؟ ما عم بفهم. انا بورجيها. اي ما بكون سميره اذا ما خربت على راسها لهالسرنوه. انا سرنوه يا شوشوقه، بكره متحاسب. فوتوا انتوا يلا، بكره عندكم شغل. اهلا وسهلا. اهلين. شكرا. تريدوا شيء ثاني؟ طلعوا رجلي من النزله وطلعوا. احنا ما لازم نخدم برات الشقه، يعني اذا بدها تكبر مشروعها تجيب ناس تخدم ونحن بنشرف اشغالها. وانا هذا اخر طلب رزق. إذا بدك تنزلي أنتي تصطفلي. لك من قلب مصرفها لفتر وعدك روحة مقبولة. أنا ببعت لعندك بمزاجي، مو أنتي بتطلبي على كيفك. شو فيها هالساعة ما بحل مشاكي؟ بالمكتب ما بيطلع صوتك علي وأنت عم تحكي معي. تجي لعندي بتوشوشيني وشوشي، وأنا بتصرف. يا شفيق يا حبيبي، أنا عقلي بيبقى مطوش وغرقان بالشغل، مو بقصدي وأنت بتعرف هالشيء. حاصله، ما بيهمني، شوفي. حبك تشتغلي على هالطريقه حبك، ما حبك طلعي تقعدي برا، انا بشتغل بالمكتب هون. ابد اطلع لبرا، برا اسعد من هوني. انا بعرف، المهم انت تعرفي. معقولي ابى اعرف تقبرني؟ اصلا انا وياك تجوزنا من هذيك الايام على الايزو اللي ما كان اسا حدا مكتشفه، بكل الضيعه ما حدا تجوز على غيرنا. تتذكر؟ احرجتيني. تنلو الغابة بتقلبك انت وياها، وقلوا على الشغل. ولك القطيعة تقطعك ان شاء الله. لك يخرب بيتك من حالك، عاملتي لنا البناية وعم تتنصتي علينا. ولك المخابرات اللي هي مخابرات ما وصلت للشيء اللي عم تعمليه. ولك يمكن تكراركم يطفي ناركم، الوحدة فينا ما عاد تستنجد تنامي هي وجوزها بنفس الأوضة. لك عيب، عيب السحر سميرة ما وصلت لهالدرجة. لك انت ما بدي استحي ولا شيء. وينك؟ ولك وينك؟ إذا ما بطربق فوق راسك وراس جوزك وبرفع دعوة عليك أنا وكل أهل البناية ما بكون سميرة بنت سميرة يا نصيرة! هدي حالك هدي حالك! ما بدي حالي! خليها تهر زمة أحسن ما تطق طق! طيب يب! أنا بوجدي الكيبورد! حطي التلفون من إيدك، تلفزيون جاي لوحده. انا تعبت تعبت كثير كثير تعبت كثير شو افتحي الباب افتحي افتحي وين سميره تعالي هون سميره انت ورطيني وانت بدك تخلصيني حاولي لقلبه وينكم يا نصابين يا سراقين يا حراميه لا تعمل حالك مالك دريان وتشتبه وين الزيزونه تبعك يا زيزونه افندي قولي بالك شو فيك ما شاء الله لك شو ها ان شاء الله الف مبروك بهالسرعه الله يبارك بعمرك يا حق يكسر ايديكم ورجليكم على الايزو قال تضربوا انتوا والايزو تبعكم خذوا هاي البضاعه تبعكم رجعوا لنا العمولات تبعنا هلا لك 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 على الحامله لك بعد ما صارت المخلوقه حامل ما تقولي ردوا بضاعتكم شحر جدي هالعيب لك مو عيب عليكم تغشونا وتلعبوا علينا وتحتالوا علينا وتعطونا مواصفات غلط ولك الايزو تبعكم كله غلط بغلط لا طولوا بالكم بقى اخي فهمني شو القصه ترك لي سميره هدي لي حالك انت وفوتك عادي فوتك ما بدها تقعد بدنا نعرف ليش مو منزلين بند الاهل بدفتر الشروط لك ليك هالحكي لا مين حكى ليه هلا قلت انت متجوزه إلها ولا متجوز اهلها اسالوها لك يا اخي طول بالك انت تاني يعني لك مرتك حامل احكي بوصول اعتبروا الولد ارباح
فوائد. ايوه شو حال الحكي؟ لك مو من طيبك تقرب لسميرة. وشبهها سميرة بعد شبهها؟ لا تكون هي اللي عم تتنصت على العالم وما ندريانين. أعزائي المشاهدين، نحن معكم في بحث ميداني لظاهرة الست نظيرة في استطلاعات للرأي ومحاولة لفهم أسباب هذه الشعبية التي اكتسبها المكتب القومي للزواج، بالإضافة إلى الآراء وردود الفعل الأخرى التي يحمل أصحابها بشدة على هذا الموضوع ويطالبون الدولة بالتدخل السريع لإيقاف هذه الظاهرة بل لمعاقبتها أيضا. تعالوا معنا. مرحبا، ممكن نتعرف؟ نوال أبو كسرة، صحفية من مجلة نون. أهلين زميلي، وشايفتك هون. الحقيقة استهوتني الفكرة وعم تابع فيها البحث الميداني بعد ما انتسبت للنادي. آها، وشو كونتي آراء عن هالتجربة؟ بالتأكيد كل شيء لابد أن يكون في ناقص ببدايته، لكني عم لاحظ يوم عن يوم أنه التجربة عم تتعمق وعم تأخذ بعد القومي. كيف ما كان لازم نحافظ على الفكرة ونشجع. شكرا زميلي، وهلا معنا ناس كمان ممكن نلتقي فيهم. مرحبا، ممكن تعرفيني على اسمك؟ هدين. كيف لقيتي فكرة الزواج عن طريق المكتب؟ حلوة، وخاصة انه كل الشروط عم تكون مكتوبة على ورق وما حدا بيقدر يهرب من الورق. طيب ما ممكن يكون في غش بالموضوع؟ لا لا، كل شيء واضح. طيب والرسوم اللي عم تدفعوها؟ الشيء المميز هون انهم بياخذوا من كل واحد حسب امكانياته المادية، وبعدين مثل ما لك شايفة كله دعم لقضايا عربية كلنا بنحبها. شكراً. أصلاً كله هذا ضحك عدو نشوفاً يسموه يعني. خير خير، شوفي أنتو تلفزيون؟ ايه تفضلي احكي اللي بدك يا. مثل ما انك شايفة بعينك عامل البناية خوش موش على الحساب الخاص ونحنا ما عم نقدر نرتاح، وغير هيك عم تاخد مصاري من الناس الدراويش والمساكين وعم تخبيهم بصناديق. قال شو إذا عربي 9003، وغير هيك حتى أجهزة تنصت على بيتي وعلى بيوت كل الناس. مزبوط مزبوط يا عيب، الشوم عليها عم تتجسس على خصوصية الناس. مو ناقص إلا تجيب أجهزة مراقبة جوية وتعمل تدخل قوات سريع وتقتحم بيوت الناس. إذا أنتو تلفزيون أحكوا نحن كيف عايشين، نقلوا آهاتنا وعذاباتنا للناس، ولك هي عم تضحك على البشر، عم تضحك عليهم وبقى هالشي عم بتراقبوا لحتى تمشيون على كيفك. انتم متأكدين من أجهزة التنصت؟ نحن متأكدين 100%، ومشان هيك رايحين على المحافظة وخلي الشرطة تجي وتشوفه بعينها. باي. أعزائي المشاهدين، هذا الحكي كله مو صحيح، والست نظيرة مفضلة على الجيل كله. الجيل كله؟ طبعا، ونحن بنعلن تضامننا مع الست نظيرة وقفنا جميعا صفا واحدا معها. كله اتهامات؟ نعم كلها اتهامات. الحقيقة بقدر قول انه كلها اتهامات ما لها اي اساس من الصحة، واكادوا اجزموا جزمة حاسمة انه السبب هو الغيري والحسد وقلة الفهم القومي والكيد. ليش؟ لان هنين حاولوا يعملوا مكتب بالابراج وفشلوا. حدا بيعمل وحدة عربية بالابراج؟ بلكي وقع البرج على القليل هم في ايزو. مزبوط، الست نظيرة ما عم تاخد شي لجيبتها، كله لدعم الصناديق القومية، وهي حريصة كتير على سمعتنا ومستقبلنا. أصلاً هي أم حنون. زوجها عم يكون ولي أمرنا بكتير شغلات، ما عم بيخلي حدا يحط على سمعتنا قد هيك. بعد هيك يا خشاشين يا نصابين، جوزتوني وحدة حرامية وعم تدسريني. لا يا سيدي، غير هذا وكله في ناس فايتة طلع على البناية ما بنعرف منين جاية، والله عيب. سيدي حاطة أجهزة تنصت كمان عنا بالبيت، يعني عم تشوف كل شيء وعم تسمع كل شيء، يعني كل شاردة وكل وردة، ما بقى إلا عدم المؤاخذة يعني إنه. وبعدين عندها مصاري كوميات، لازم تسألوها من أين لك هذا؟ زين زين زين، صار عندنا معلومات من الصحافة ومن التلفزيون والناس، وهاي شكوتكم كجيران إحنا راح نضيفها، تكرموا وبسرعة راح نتصرف. إحنا صحيح مع الحريات الشخصية كقانون، أما ما نقبل الإزعاج أبدا. الله يحميكم يا سيدي مثل ما عم تحموا هالبلد. آمين. ويعمر بيوتكم مثل ما عم تعمروا هالوطن. آمين. يأمنكم من شر الطريق برا وبحرا وجوا. آمين. يأمنكم من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. آمين. يبعد عنكم أعين الأشرار والفجار وحرمية الليل وحرمية النهار. آمين. آمين يا رب العالمين. آمين. شكرا سيدنا. آمين. شكرا سيدي.
الو الو، احترامي سيدي. اي نعم سيدي، محجوزين عندي. لا لا، ما حد زعجهم. لا سيدي، لحد هسه التلفزيون ما قرب. امركم سيدي، ما بيشوشره. عيشكم. يا مساعد تيسير، مساعد تيسير. احترامي سيدي. هات لي شفيق ونظيرة. عارف سيدي. ساعتها اقول لك. تروح انت تاخذ منهم تعهد انهم ما عاد يعيدونها. ما عاد اريد اشوف وجههم هون مره ثانيه. وزتهم برا. حاضر سيدي.